يصلحكم سيد وغور. ومن نادى افتح يا يغور. ومن نادى افتح يا يغور. فين عمر جرحي؟ قول ما تخافش. فين عمر جرحي؟ قول ما تخافش. فين عمر جرحي؟ يا زمايلنا انضموا لينا. يا زمايلنا انضموا لينا. يا زمايلنا انضموا لينا. المصلحة ليكوا لينا. المصلحة ليكوا لينا. يا زمايلنا انضموا لينا. ثورة ثورة حتى النصر. ثورة في كل ضرائب مصر. ثورة في كل ضرائب مصر. محمد محمد ده مقدور ضرائب كمان. كل للعاملين بالضرائب. حضرتك انتوا هنا بتعملوا ايه؟ احنا تقدمنا مختار رسمي للوقفة وفقا لقانون التظاهر وفوجئنا بالامن النهارده منعنا من الدخول امام المبنى برغم ان هو استلام الاعلام والاختار الرسمي في اللغه الرسميه. وانا واحد من عضو من الوفد اللي قابل سياده الوزير السابق ابراهيم محلب السنه اللي فاتت من دلوقتي. مطالبنا هي ما اتغيرتش. كل المصلحه الحقيقه عشان نقدر نزود موارد الوطن وعشان نقدر نلبي احتياجات الموظفين اللي في التزايد بسبب غلاء الاسعار بسبب اسعار التضخم وبسبب الاضرار اللي نجمت من تطبيق الخدمه المدنيه. الوقفه النهارده هي رساله بعد ما تسلمت قدامنا كل سبل الانفصال مع القياده السياسيه ومع الوزراء المسؤولين عننا بالرغم من تسليمهم خطابات رسميه مننا وبعتنا لهم ايميلات كتير على الاكونتات اللي هم اتاحوها للجمهور لارسال اعتراضاتهم او مطالبهم. كل المطالب دي للاسف ما لقتش صدى من السنه اللي فاتت بعد وقفتنا في 10/8 قدام نقابه الصحفيين. والسنه دي احنا برضه عملنا وقفه بعد سنه والمطالب ما اتحققتش. كموظفين لسه بيحققوا حياتنا لما تسكتني على اساسي في 30/6 اطلع بيه لحد ما اطلع معايش اوصل ل 60 سنه ولا باخد نفس المرتب في اي ظهر يعني 14 والمرتب يصل هو ثابت لا المرتب بيقل يعني من 2014 لحد النهارده مرتبي هو هو بل ان هو الاسعار عندك بتزيد مفيش اي مواد مش اي عدل في الموضوع بتاخد اسعار وبتنزل وبتعلي طبعا من فين انا اخد من فين اجيب طيارة على كل الناس من فين في هيئات كده نطلعها اللي هي ما يطلعش حاجه الخروج ده بل بياخدوا اخطر كمان يعني هو بيزودهم اساسا وبياخد مننا عشان خاطر يديهم باي قانون ان هو انت قاعد تطور على ناس لا احنا سنه عدت علينا مش عارفين احنا مش هنحط ايه شويه الحاجه اللي لينا يدوها يمشوهالنا بقانون 30/6 حاجه ليهم يمشوهالنا بالقانون القديم من الدوله اللي حارب القانون زي ده. انما انا مش شايف يعني اي تشجيع من الوزاره ولا اي كلام عننا خالص. دي مفردات المرتب تمام؟ هل 24 جنيه. أنا راجل من البحيرة بروح يعتبر يومين في الأسبوع بالإضافة إن أنا أخد شقة هناك تمام؟ معايا والمواصلات الواحدة رايح جاي 100 جنيه. طب ده عشان إيه يعني؟ طب أنا هروح هناك أشتغل إزاي؟ والأسرة ووالدي مثلا تعبان يعني.